اليوم ويانا من البصرة علي عمر. أهلا وسهلا بك. يا صباح الخير. أهلا وسهلا بك علي. وسعيد جدا بشوفتكم وشكرا على الاستضافة. علي إحنا أول شيء نشكرك على جيتك. شكرا. أدروني تعبان من درجة صعدة شوية تعبان. أنت يعني صدق يعني نشكرك. بس أنا متعود على صالة الدرج لأنه أغلب الدوائر في محافظة البصرة أنا راجع وحدي. أي. أغلبها يعني ما يكون هناك مصعد. هذا راح نحكي بيه. فاضطر لازم يكون. هذا راح نحكي بيه. هذا موضوع مهم جدا طبعا. بس بالبداية أريد أعرف أنت مقدم برامج. نعم. اشتغلت بإذاعات مهمة بالبصرة وكان لك حضور مهم خاصة تفعل حضورك بكورونا وزمن كورونا. صح. صارت عندك نشاطات. صح. بالسوشال ميديا. صح. وتجمع ما بين الإذاعة والسوشال ميديا. أريد أعرف شنو اللي خلاك تتوجه للإعلام؟ صراحة أنا من البداية كان أحب هذا المجال وممكن يتمشي. كنت كلش حابة يعني ألزم المايك وأنزل للشارع في البصرة وأوصل يعني. من كنت تمشي؟ نعم من كنت تمشي كان كلش حابة يعني ألزم المايك وأصور مع أبسط الناس في محافظة البصرة. بس كان أكو ظروف صعبة جدا منعت أنه أنا أتخاذ المجال. بعد ما تعرضت للشلل يوم مميز. زين أنت ليش تعرضت للشلل؟ يوم 11-11-2011 الساعة 2 الظهر جاي نشتغل بالسطح وبعدين طحت. لو طحت مباشر على الأرض ممكن. أيوة. ما صار شيء بس صار ظهري بهذا الشكل وصار تهشم فقرة 12 وضرب النخاع شوكي. بذيك الفترة ما توقع أشقد ألم. ما ضجت على حالي بس ضجت على أمي. حطتني بحضنها وتبكي بطريقة غريبة. أول مرة أشوف أمي تبكي بهذه الطريقة. تحية لأمي طبعاً ومشتاق لها كل شيء هواي. وتبعد عني بالسيارة 5 دقائق وصار لي فترة ما شايفة. فالحمد لله والشكر بعد ما جرت عملية وهاي الأمور يعني قلت خلاص أنا بعد خليني أدخل بهذا المجال. أول ما تعرضت للشلل كان صعب جدا طال يعني على السرير وما أتحرك أبد. فقلت أنا فرصة بعد ما عمي خلالي الإنترنت فرصة أنه أنا ماكو دورات في البصرة ولا كلية إعلام في البصرة. اليوتيوب أتابع محاضرات مقدمي البرامج الوطن العربي محترفين جدا. فالحمد لله والشكر تابعتهم تعلمت شوية في تقديم البرامج وبعدين قدمت صارت شوية خبرة في تقديم البرامج الحمد لله والشكر. بس البدايات كانت صعبة جدا وبسيطة جدا. بديت هي حالاتها بصعوبة. صح. هذا الملح. تمام. بديت ببرنامج إذاعي على اليوتيوب. في بعض الأحيان سيد العزيز يكون برنامج صورة وصوت ومتطور جدا وما ينجح. ولكن الحمد لله والشكر كانت النية صادقة جدا. انه انا جاي حتى ابني اساس قوي لان انا جدا احب هذا المجال. سويت برنامج اذاعي على اليوتيوب. كانت الحلقه الوحده تكلف عليه 30,000 دينار عراقي لانه ما كان عنده دراجه مال ذوي الاعاقه حتى تنقل بها للضيف. فاضطر اروح بتاكسي. تمام. زين. وتعرف راتب الرعايه 100,000 ما يكفي تعمل جلسات علاج طبيعي وتشتري علاج فاكيد ما يكفي. فاضطر وانا بالكرسي اطلع ويا عمي اشتغل على الحسابات باليوم 10,000 من 7 الصبح للثنتين 3 أيام حتى أنتج حلقة واحدة إذاعية. أنت تشتغل بس على مود الحلقة؟ أي على اليوتيوب. أي زين. تمام عزيزي. الحمد لله وشكر كان يعني تواصل مع الأخوة من بغداد عن طريق التليفون. وكنت أنت ضيف وأشرف تواصل إحنا من فترة طويلة جدا. أنا لي الشرف. في دول قلبك برنامج إذاعي جدا الحمد لله وشكر. قدرت أبني علاقات مع الأخوة الإعلاميين. قدرت يعرفوني شويه في محافظه البصره بعدين صار في يعني بغداد والحمد لله وشكر على اليوتيوب جاب نسبه مشاهدات كلش هوايه. علي احيانا الموهبه ما تكفي. صح. انه ممكن الشخص يستمر بيها. لا احنا اليوم صرنا بوقت نحتاج به ايضا التحصيل الدراسي ونحتاج به الشهاده ونحتاج انه نتفوق اكاديميا. صح. فانا اريد اعرف توجهك نحو الدراسه شنو موقفه؟ طبعا انا بعد ما تعرضت للحادث تركت الدراسه. وانا ما احب الدراسه صراحه. اي هو المفروض اي المفروض الانسان يدرس ويتعلم. اما بالنسبه للاعلام انا ابد ما ماخذ لا حتى ما مكمل دراسه. بس قلت لك انه الموهبه رب العالمين طاني موهبه كبيره وذكرت اي الموهبه ما تكفي. فقلت لك شهدت انا اعلامي كبير في الوطن العربي الاعلامي علا الفارس تحيه لها اللي التقيت بها بقطر وشرفت والاعلاميه لجين عمران وكذلك مصطفى الاغا وبقيه الاعلاميين وكل اللي عند تواصل وياهم على الواتساب الحمد لله وشكر الامور تمام وما يجاملون الخطا وين ينصحوني فالحمد لله وشكر تعلمت وايضا الاخوه الاعلاميين في العراق ايضا دعموا علي وتواصلوا ويا علي فقلت لك الحمد لله وشكر صارت علي خما يبقى على الاذاعه لازم يتقدم خطوه
زين انه يبدي برنامج صوره وصوت. هنا بدت الامور تزداد صعوبه اكثر، ولكن حالاتها بصعوبتها. طيب انت بحاجه الى كاميرا ومايك وانت على راتب الرعايه، كيف تشتري كاميرا سعرها 750 الف دينار عراقي؟ اضطريت اجمع راتب الرعايه زين 3 سنوات حتى انا اقدر اشتري لي كاميرا، حتى قللت جلسات العلاج زين الطبيعي. اصدقائك اللي حولك يعني البصره بيها هواي شباب ما شاء الله يعني كاميراتهم مصورين، هذا ما اكو بذيك الفتره ما حصلت للاسف. أي. باي سنه هذا يعني؟ 2015. اي 2015. فالحمد لله والشكر بعد ما جمعت راتب الرعايه 3 سنوات قدرت اشتري كاميرا. طيب انت هنا بحاجه الى مصور. فانا اضطر اخابر صديقي علي زين عنده تاكسي، اضطر ادفع اجره التاكسي زين علشان علاوي يصور لي حلقه. بس حلوه هذه. اي حلوه الحمد لله وشكر، نجحت. انت أي نجحت. أي وقدمت شيء حلو صح. اليوم يعني احنا نشوف هوايه شباب عندنا دي يقدمون دي يعني يقاتل في سبيل انه يوصل. واكو قضيه مهمه، انت جاوزت كل الاشياء والمعوقات، يعني انت ما شاء الله عليك عبرت هوايه تفاصيل. اريد اعرف من عندك انت اليوم بالبصره شنو الاشياء التسهيلات اللي موجوده لك؟ خلينا نتكلم عن موضوع، خلينا نقلب شويه دراما وبعدين نطلع من الموضوع، موافقين؟ انا مو فقط انه يعني واجهت صعوبات في مجال الاعلام، ايضا انا واجهت صعوبات في المنزل، انه اللي ما يعرف علي تعرض الى انفجار كبير جدا. علي عمره 30 سنة وعم يضرب. علي يضطر انه يترك البيت في سبيل لا يضرب، هو يعاني من شلل نصفي. من منو يضرب؟ من قبل قاعد ويا هدي، فبالتالي يصير ما اريد انا اوضح كل الامور لانه طبعا هاي اشياء شخصية. اي تمام. فاضطريت انه انا اترك البيت وظليت شبه ليلة بالشارع. زين. فقدرت انه انا انتقل لعمي، تحية لعمي وعائلة عمي، استقبلوا علي مدة 8 أشهر ما حسسوني بأي شيء. لعد الكرفان شنو؟ وقدموا لي تجي لك بعد الكرفان. تعرف يا صديق العزيز شخص يعاني من ذوي الإعاقة لازم يستقر، حاجاته واحتياجاته كلها تكون خاصة. اضطر علي يشتغل بالدراجة خدمة توصيل مطاعم في سبيل يجمع له مبلغ واشترى له كرفان صغير علشان يقعد بيه. من قد ما مرتاح سميت الفيلا الكرفانية. وهذا المتواضع صار كبار الشخصيات يجون لعلي ويزورونه. ارتحيت كل هواي، انام امتى ما اريد، اقعد امتى ما اريد، ضيف اللي استقبله اي ضيف ما عندي اي مشكله. الانسان لو قاعد بخيمه وقاعد بالصحراء ومرتاح تسوى الدنيا فعلا. شكرا لله رب العالمين هو اللي كان واقف وياي وما حد دعم علي ولا حد وقف وياي. علي هو اللي كان يشجع نفسه. علي ليش وصل هاي المرحلة؟ من خلال الظروف الصعبة اللي يمر بيها، والحمد لله والشكر نحتتك هاي الظروف. وأنا ظروف أحيانا تنحت الإنسان بحيث توصله إلى شكل مثالي وشكل جميل يشوفون الناس بطريقة تليق به على الأقل. أنا أفرح من متابعك وأفرح من أشوف كل الإنجازات، كل النجاحات اللي يومية أشوفها تتجدد وتزداد. هذا يخلينا يعني يصير عندنا أمل عند الشباب الباقين. صح. شنو اصدقائك؟ احكي لي شويه هسه خلينا نتفائل. تمام. بعد هاي النجاحات اللي حققتها تمام. خلينا ننتقل للجانب المشرق. شويه تمام. الحمد لله والشكر قلت لك انتقلت لبرنامج صوره وصوت وصار عندي كاميرا. المدينه الرياضيه في محافظه البصره كانت موجوده، استفادنا من الوفود اللي تجي للمدينه الرياضيه. زين. الحمد لله والشكر التقينا مع كبار الشخصيات. جين سعيد جدا باستضافه وزير الشباب الرياضي السيد عبد الحسين عبطان، لاعبين المنتخب الوطني اللي جو البصره 80% اللي انا اكثر يعني الحمد لله عملت لهم مقابله. مع العلم كان هناك صعوبات جدا انه انا ادخل الفندق الاقامه وكذلك الملعب. تعرف انه لازم تدخل في باتش، وعلي ما يعمل في مؤسسه علشان يجيب كتاب. هسه لحد انت اكو مؤسسه وتعمل بها ولا لا؟ تمام. لا حاليا لا، لان انا عملت في البصره بعده اذاعات. اي هسه حاليا شنو؟ تمام عملت بإذاعات واكثر من قلت لك انا متعود على صعد الدرج. اي عندكم المربد يمكن اذاعات مربد قويه يعني. عملت في اذاعه بتكون بالطابق الاول وانا اجي قبل ساعه علشان المدير لا ينزعج من هذا الموضوع. عملت في 5 و4 اذاعات في البصره، ولكن قلت خلاص ستوب انه ما تعاملون علي بالمجان. شباب كله مجاني؟ اي نعم. شاب من حقه يلبس
يطلع يعمل علاج طبيعي يشتري والأجر يعني أيضا حق العمل حق. مقابل الأجر هذا شيء يعني لازم الكل يكون متساوي به بغض النظر عن إذا كان إنسان صحي إذا كان من ذوي احتياجات إذا كان من ذوي إعاقة يعني هذا الشيء صراحة أنا يعني دائما أقوله لكل الناس اللي هي من هذه الفئة إن هم يوافقون بس حتى يحسون إن هم نفسهم إن هم يريدون يشتغلون ويقدمون شيء صح. ففكرة إنه أنت رفضت هذا شيء يعني يمكن أيضا يضيف لك شيء ويقويك أكثر وينحتك أكثر مثل ما ذكر بلال يعني تمام يعني أنا أجي وأقدم له يعني وتخلص الحلقة أستاذ بدون مجاملة 10 على 10 10 على 10 من توصل الموضوع الأجر خلاص وقف الموضوع فمن علي يريد يعمل أوكي علي تعال أعمل ولكن أنا بعد هذه من 2014 ولحد هذه اللحظة خلاص أنا ما أعمل بالمجان إنه أنا أعطيك حلقة 10 على 10 وأنا متمكن بالتقديم إذا عندك أي إشكال فأنا خلاص فيوم الأيام فتحت إذاعة بالبصرة زين تمام صديقي العزيز وما كان عندي سيارة قال لي على الخير اشتريت سيارة وجيت بها من البصرة هنا صدق صغيرة يقولون صغيرة ما أدري إيش يحشون عجبني شنو هي السيارة شنو؟ سيارة بيكانتو حلوة جابت من البصرة يعني شاشة شردون بعد بعد شو تريد وجبت الولد وياي ومرها تقدر هسه تطلع بوجهك لدهوك اي الحمد لله والشكر صارت سيارة عندي وقلت لك رب العالمين أبد ما ترك علي توفق سيارة صار عندي فيلا ما شاء الله إن شاء الله تجون للبصرة لازم تجون إن شاء الله تمام الحمد لله والشكر قلت لك إنه أنا أكون على الموعد الاستوديو بالطابق الأول وأضطر أصعد درج وبلاتين بظهري وتحمل كل المعاناة احنا ما عندنا اي ما ماخذين نظر الاعتبار هذه الامور ابد أكيد لا ماخذين لذوي الاعاقه لا لفاقدي البصر لا لاي شخص محتاج هيك مساعدات ما عندنا بصراحه فقلت لكم فتحت اذاعه جديده للبصره اتصلوا على علي تعال علي نريدك تقدم برنامج من ذوي الاعاقه لانه انت شخص من ذوي الاعاقه ومقدم برامج تعرف شنو يحتاجون الاخوه تعرف شنو مطالبهم تعرف شنو احتياجاتهم اوكي تمام اتفقنا الامور كلها تمام ويقدم علي 3 حلقات بالاسبوع واتفقنا بايجور تمام اتفقنا بايجور زين انفتحت الاذاعه اجى علي اختلفت الموضوع تماما لازم علي يقدم حلقه واحده بالاسبوع زين ولازم تكون الاجور 50% فطلبت اجور قال والله هذه ميزانيه القناه وتوقفت على 25,000 دينار ها وافقت اعمل حلقه واحده بالاسبوع وافقت 50% زين. في سبيل اريد اعمل واقدم تسجيل ذوي الاعاقه شو اسوي لكم بعد ولكن توقفت على 10,000 اجره تاكسي قبل لا اخذ السياره فقلت لانه مالك الاغاني اللي اذا توقفت على 10,000 اجره تاكسي علي اذا انا اعتذر مع السلامه هسه اليوم انت وين شنو تطلعاتك وين تريد توصل شنو الاهداف اللي مخططه لها يعني نهايه العام تمام انا حاليا بحاول احصل على فرصه بالاعلام سواء بالقنوات اللي بغداد ولكن في البصرة إذا ما حصلت أي وسيلة أنا ما أتوقف ولا أستسلم نعمة مواقع التواصل الاجتماعي موجودة بإمكان الشخص يستفادها بشكل إيجابي جدا زين. كثير أشخاص اليوم وصلوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وراح أضطر أبدي ها شو تأشر عليه تمام لا فقلت لك راح أضطر من جدة وجديد أبني الموضوع بعد ما بعت الكاميرا لإجراء عملية والآن ما في كاميرا أغلب الأوقات أصورها بالتليفون فراح أضطر أرجع أم حلوة أي أرجع أصور أشتري كاميرا وأجهز حالي وأرجع أقوى من قبل نحصل فرصة علي رسالة للجميع حتى لو ما أعطيته فرصة لعلي في مجال الإعلام في مختلف المحافظات العراقية علي ترى ما راح يستسلم لأنه جدا يحب هذا المجال وراح يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ايجابي. انت تستاهل وتستحق كل النجاح. نعم. اكيد. واحنا وياك يعني فدوة. احنا داعميك صراحه. من البدايه. لان انت تستحق يعني شكرا. مو اعتباطا يعني شكرا. الموضوع. نعم. انت قوي وبطل وما شاء الله عليك مبتسم. دائما ويقولون انت صاحب نكته يعني. انا لا. اي لا انا لا. شفت لك هسه ليش اقول لك اني راح اشوف؟ ايه. احيانا يصير مثلا مرات اشياء اطلاق نار وهالسوالف. اها. ظلت تنكت وتطير طيب انا وين خليت الفيلا الكرفانيه في شمال محافظه البصره انت بنصل المنطقه اللي تكثر بها النزاعات العشائريه زين تدري شنو علي ما يخاف من الموت لان عاش من الموت اكثر من مره ولكن تعرف كرفان بامكان الطلقه تجي على طول طبعا وتأذي الكرفان علي خايف يوم الايام تجي طلقه لا سامح الله وتصيب علي وتخلي وضع اسوء من اللي هو بيه ذيك الساعه صعبه جدا لانه انا الان عايش بوحدي
واللي يعاني من شيء نصف بحاجه الى شخص يقدم له يساعده في امور البيت. طيب انا يا دوب الان مش حالي بيت لان انا عايش وحدي زين، فكيف اذا اجت الطلقه مو راح تصيب علي وتخلي وضع اسوء، فبالتالي راح يكون وضعك كلش. اللي دافعك انه انت تستمر بهذا المكان وممكن انه تنتقل، بما انه هو ممكن كرفان يعني، فشنو اللي ما يخليك انه تنتقل لمكان ثاني؟ والله يعني قصدها تشيل الكرفان تخليه مكان ثاني. موضوع قطعة الارض ايه، وشفت محافظ البصره لاكثر من مره ايه، السيده سعد العيداني هاي ثالث مره اقول لك. قلت يقولون يعني زين محافظ البصره يتعاون زين، قلت له انا بحاجه الى قطعه ارض حتى لو بالصحراء أي. مجرد انقل الفيلا الكرفانيه لمكان امن، فللاسف الشديد رفضوا ينطون انه علي مو من ضمن الضوابط. قد انت اقل من 50 متر تكفي. تمام، علي مو من ضمن الضوابط، لا هو جرح حشد، تحيه للاخوه في الحشد، ولا هو من الرعايه الاجتماعيه، فبالتالي مو من ضمن الضوابط، فانتظر على ما تكون ضوابط يلا ممكن يشمل علي بالضوابط. فاقول لمحافظ البصره بركة استثناء بهذا الموضوع. يا ابو محافظ البصره شوي على كيفك وياني. يا هي قطعه ارض حتى اقل من 50 متر كافي، هو كرفان. نعم. بس ما تقول لي تخصصاتكم ووضعكم، وزعتوا اراضي هوايه وطيتوا هوايه مجالات، شوي على كيفكم وياني. هسه علي شو مسوي لكم؟ والبصره يعني محافظه يعني كبيره جدا يعني ما معقوله ممكن ماكو مساحه وماكو تخصيص. مساحات وبيها. فليش يعني؟ اي والله. احنا ان شاء الله رسالتك توصل. شكرا. وبالنتيجه انت اعطيت هواي رسائل اليوم. شكرا. وهذه رسائل مهمه جدا، نشكرك على حضورك اليوم ويانا ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا. شكرا جزيلا لك، شكرا لتواجدك ويانا، شكرا لطريقك اللي قطعتها من البصره الى بغداد والى وصولك للاستوديو، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك كل التوفيق. مشاهدينا دائما وابدا الشغف والاصرار يصنع المستحيل دائما وابدا.